45% هي نسبة الوفيات في الجزائر بسبب أمراض القلب، 95% هو الاحتمال لتعرض لسكتة قلبية لكل شخص مريض بمرض القلب. هي الإحصائيات التي تعرفنا عنها الزميلة ليليا داود. ازدحام المروري، الضغط، القلق، التوتر وتغيير النظام الغذائي للجزائريين هي أهم الأسباب المباشرة التي جعلت أمراض القلب تشكل أول سبب للموت بالجزائر، حيث وصلت نسبة الوفيات إلى 45%. وفي الجزائر عندنا 40% حتى 45% حسب يعني كل التقارير اللي صدروا من كل الأبحاث العلمية اللي جرت في الجزائر. يعني الموت المفاجئ يعني يجي 95% من هذه الأمراض، وخاصة عند المسنين أو الصغار من حوالي 30 سنة من العمر. لماذا؟ لأن عندهم أمراض قلبية اللي ما كشفوهاش. السكتة القلبية والتي تسمى أيضا بالموت المفاجئ زادت نسبه عند فئة الشباب، خاصة عند المدخنين، الأمر الذي حذر منه المختصين. يعني أكل يعني غني بالمواد الدسمة، غني بالملح، أيضا التدخين هو يعني مشكل كبير في الجزائر، خاصة عند الصغار السن. وهذا التدخين لازم نقوموا بإجراءات حاسمة وعاجلة. 95% هي احتمال التعرض لسكتة قلبية لكل شخص مصاب بمرض القلب، والواجب الابتعاد عن كل أجواء القلق والتوتر التي تميز يوميات الجزائريين.